الضيف اللي معنا اليوم واحد الرابور اللي دار ديرنييرمون لو بوز بالاغاني ديالو وحتى باللو ستيل العجيب ديالو ومدينه الدار البيضاء ولد العنق. واش غادي نقول لكم؟ لانه يعني لي تراك ديالو الاخرين ف يعني كلشي بدا كيسول فين كان دولي بران من شحال هذا. الضيف معنا اليوم هو دولي بران. هلا من راس الصحه بيضه قضيه حامضه كيديروا بريده طاطا كيديروا هيدا دايره غير زوينه راه مقيده فايقها قصاد وحيده حافظ صغيده راس العماش راس وقيده عشير هنا يدي ما نايدي ريما كيديز عندنا مزيكا غير زايده عطيني داك المايك وسير اخي ابدوسي غا كان دوزي فرح بحال عبد الجبار الوزير دوزا دوزي دينا صغر كعبد الحفيظ دوزي فين جات الكوزين باغي نحيدها وندير جاكوزي انا اللي جات الكوزين جاب ترويح الحسن حسين انت فين دولي برا مرحبا بك ويناني صافا بك لاباس عليك كلشي مزيان الله يحفظك ابرو يشوف عليك فورم صح لاباس الله يحفظك ابرو مرحبا بك وبداك شكرا لك بزاف لانه واخا كاين الشتا فانت يعني جيتي وشوف موش الدراري حدا البحر حنا فهمتي مولف كاش مشكل فتحيه كبيره لدولي بران تحيه للدراري كامل حاضرين معنا تحيه للاشراف تحيه للمعلوات تحيه لزياد تحيه للدراري كاملين وبغيتكم الدراري الله يخليكم تصحوا لي كامل يا دولي بران على شي مدى خويناني فهمتش هادي على شي فهمتش اللي كاين هنايا كنصفقوا على بعضياتنا كل دقيقه بيان سور بيان سور ما حد قلت لي حد قلت لي لاتيم ف يعني اليوم البيبليك ديال الراب فالحمد لله ولا تعرف شكون هو دولي بران بالاغاني ديالو ولا كما تنقولوا عارفين تراكات ديال دولي بران كيتسناو يعني في الاغاني ديالك. ولكن كاين واحد لا كيسيون اللي كتقال دائما علاش فين كنت تعطلتي يعني حتى هذه المده كامله كما نقولوا العامين وثلاث سنين الاخر هذا باش بان دولي بران؟ المشكل هو كتوصل لواحد لاج ما تبقاش انا اصلا فهمتي بديت في عشان نقول لك بديت صغير في الراب زعما فهمتي واخا اول تراك لحتو في 2012 ولكن بديت قبل واش فهمتيني وديك الايامات كان صعيب تخرج تراك بوحدك فهمتي كانوا استوديوهات كبار بنادم اللي فيه اجي شويه واش فهمتيني واخا كيخدم مزيان انت راه كتمشي عندك واحد يعني شادك واحد شويه الخلعه واش فهمتيني شادك واحد شويه الخلعه وانت جامع ديك 200 درهم ولا 300 درهم شي شهر وانت تتسنى فيها باش تجمع لك فهمتي وكتمشي وكتقاتل وكتخرج تراك وكيبان لك بنادم راه فيتك في النيفو وما دايرش شي لعيبه فيتك في النيفو حيت يستاهل في هذيك الوقيته حيت ما كان والو شكون هما ديك الوقيته دولي برا اللي كانوا انت يعني كيبانوا لك يعني دي رابور اللي كنتي كتمزك لهم وكانوا فريمون تي اسبيرو هذيك الايامات كانوا مغاربه دراري زوينين تبارك الله فهمتي عندك شايفين تما كانوا شحال هذي مقاتلين شكون اخر عاوتاني الدراري القدام كنتي تسمع لهم تيمزكوك تتقول بلي كاين اللي كانوا ما بقاش فهمتي كاين بزاف الدراري كانوا وما بقاوش فهمتي ما كملوش فهمتي البلان كان شكون نقول لك عاوتاني كان سبعاش وانت هو كان كيخدم سبو فاش كان سبو هو كان كيخدم واري فاش كان فهمتي كندوق على شحال هذه انا واش فهمتي البلان شكون اخر عاوتاني شكون كان واحد الدري الناصر والاول فاش هو كان واحد العام حتى هو فهمتي دوزها فهمتي المهم كانوا دراري شحال هذه اللي كنت صغير عليهم مسطات وكنشوفهم مقاتلين باش يخرجوا واحد الحاجه فهمتي ملي كتشوف الدراري انه كانوا من ديك الوقيته يعني مقاتلين كاين فيهم دابا مكمل وكاين اللي حبس كما قلتي دونك فري حيت ما يمكنش لك ديك البيريود ما يمكنش تبقى شاده لدابا صعيبه صعب بزاف واش كتشوف باللي مثلا الرابور عنده واحد يعني واحد المده زمنيه من بعد اللي ما استغلهاش صافي فري ما يمكنش راه شوف راه كيفاش غنشرح لك راه ماشي غير الارتيست بوحدو راه اي حاجه راه ما يمكنش تبقى ديما واش فهمتي البلان الوالدين ما تيبقاوش ديما اللي كثر من لاغ ولا ما شناو فهمتي البلان عمر شي حاجه كتبقى ديما وخصوصا ديك الحاجه اللي عزيزه عليك انت ديما ديك الحاجه اللي عزيزه عليك انت ما كتبقاش ديما واش فهمتي دونك خاصك دير علاش باش ملي ما تبقاش ديما تلقى راسك عندك واحد شويه من داك ديما اللي كنتي كدير ديما اللي كان شحال الله يرحم لك الوالدين اليوم كتشوف الوقيته هذه ديال دولي بران ها كتشوف هذه الوقيته ديالك انا هادي قلتها في راسي في الطش فاش كتغلو حتى الطش قبل ما تخرجوا قبل لا تخرج الطش دابا انا كانت جاتني شوت في حياتي في 2014 صافي وصلت لواحد لاج اللي كندوق على مهدي دابا ماشي دولي بران وصل لواحد لاج ديال ما يمكنش دارنا نبقى معاهم فحال هكا فهمتي انا اللي عند دارنا خاصني نخرج نقلب على خدمه فهمتي ما يمكنش نبقى بحال هكاك فهمتيني ما والو ما يمكنش وديك الساعه انت كنتي بينك وبين راسك كتقول نقدر نوصل في الموسيقى انا بينو وبين راسي شي واحد اخر ما غايتيقش حتى الدراري صحابك ولا دربكم انا ولا الدرب ناكش كنعطيهم لي زيات لي زيات عنده تنقرب بيه في الدرب علاش حيت في الدرب
انا خرجت من الدرب واش فهمتي البلان صافي خرجت من الدرب وباقي في الدرب يعني لو فري سونس ديال الغابه هذا هو البلان واش فهمتيني عزيز عليا الدرب ديال بصح وما كرهتش ندير فيه بزاف لعيبات زوينين ويكون خير ان شاء الله فهمتي. لا مازال غادي جايين وغادي نتكلموا على كما تقولوا بيتريز سافي اللي درتوها بيان سور غيكون معنا حتى اشرف اللي غادي يتكلم لنا على هذه ولكن قلتي في هذه الوقيته يعني كل واحد كيدوز بهذيك الضغوطات ديال الحياه ياك هذا هو البلان ضروري كتجيك شويه ما خاصكش الموسيقى ديك الساعه راه ميم تدابا راه تضرب تماره باش توصل لواحد التشويه ديال باش توصل لك واحد اللعيبه كتموتيفيك باش تقدرش انفيستي في كليب تقدرش انفيستي في تراك تقدرش انفيستي في شحال من لعيبه فهمتي سينو راه غتبقى بنادم انديبوندون خدام بوحدو لعيبات راه كضرب تمار باش داك الوقيته ريسكيتي نقدر نقولوا ريسكيتي باش خرجتي الطش علاش لانه داك الاغنيه فاش كنتي كتقول بيضو دان فوق واحد المناضه المهم هذيك الاغنيه كنتي قلتيها يعني الناس ولا البيبليك يعني شافوا ما شافوا واحد الراب اللي يعني مبدل واحد شويه راب ديالك مثلا انك تكون تواقف انت ودري صاحبك في الدب يعني ديك الهضره اللي كتقولها محطوطه فوق بيس مغنيه فوق طوب هذا هو هذاك الشيء كيقرب يعني البيبليك كيجيهم داك الشيء انا كنبغي البيبليك فاش يسمع داك الشيء يحس بهاد اللعيبه اللي قلتي انت انا فسمع تراك هادشي اللي حسيت انا كنقول انا ودربنا كنضرب هادشي انا كنحس به انا خفش كنكون كنكتب الساط راه اول واحد كيضحك ولا اول واحد كيحس بداك البانش كيفهمو بنادم هو انا الا ما ضحكتش انا ولا ما فهمتوش مزيان كيما بغيت انا ما كيوصلش الميساج كيما هو واش فهمتي البلان عمرك شي مره درتي شي حاجه وما اقتنعتيش بها انت شي حاجه كتبتيها و حتى تراك الساط ما تراك ما جوج ما ثلاثه ما صافي تخرجوش ما تخرجوش الساط هو اشرف يقول واخا بعد المرات تقدر فهمتي نقدر نكون كتب 16 سطر يلاه بدي في تراك ما عجبنيش كنحيدو شوف هادشي الموسيقى لاخ كامل الساط اللي بقيتي كتربي في الكبده ما غدير والو وكاين بعد المرات يقدر يكون شي تراك اللي ما تكون تماوش عليه ويدير البوز فهمتي شي حاجه متفق معاك ولكن تيكون تراك ماشي انت كتصوف تراك وكتحس بشي لعيبه حابساك ماشي هي هذيك وما عجبكش حيد هذيك الساعه قبل ما يكمل التراك حيت الا مشات تكمل التراك وعجبك التراك وما عجباتكش هذيك اللعيبه ما يمكنش لك تحيدها وغدوز الوقت وما غتلوحش داك التراك داكو في الطش كنتي كتسنى داك السكسة كامل ديال التراك وانه يدور بهذا انا كنت خدام هذيك الساعه فهمتي صافي قريت فاش جاتني داك لاشيت اللعيبه في حياتي واللعيبات بقيت واحد عام ولا معرفت عام ونص ما درتش والو في حياتي فهمت هاد الدارب وكذا بحال جاتني شي في الدرب وبقيتش في الدرب وفهمتي واحد ديبريسيون وعالم واش فهمتي شي 17 عام بحال هكا صافي فهمتي تقاتل فهمتي تقاتل خرجتي كليب فهمتي ما دازت ديك عام ونص فهمتي قريت واحد العامين ديال لوطيل غي فهمتي لا كويزين باتيسري سيرفيس اي دوز كلشي مدينه شوف دوز كلشي اصاط بي ماكس ليكستريم اي لعيبه تتخيل دوزت اصاط المهم هادشي كامل شنو كتستافد منه اخويا ناي هو واش كتوصل لواحد النهار اللي كتلقى داكشي اللي كتبغي وكتعطيه فيه هذاكشي اللي دوزتي شحال هذا هو اللي كيعاونك لا مع الناس اللي برا لا مع الناس اللي لداخل لا مع الناس اللي في السوشيال ميديا فهمتي كتولي عندك واحد المعامله كيفاش تتعامل في الدنيا واش فهمتي البلان كيفاش كيفاش كتعلم الدوي كيفاش واش فهمتي بطبيعه الحال هادشي اللي ورجع معك غير الكليب يعني غابيدمون ديال كما تقول هذاك كان هو اللونسمون ديال دولي بران وبدا بالبيبليك كيتعرف على دولي بران كليب كان كيما تنقولوا كليب سامبل ولكن فهمتي متقون كليب طالع نقولك باش طالع داك الكليب بهذوك خمسه المناضات اللي كتشوف خمسه المناضات اللي كتشوف 110 ريال الوحده ولا ما عرفت شحال هادشي باش طالع لك كاميرا ديال العصام 50 درهم كاميرا ما فيهش 50 درهم اصاحبي كاميرا ديال العصام شراوت لي الصديق ولا مصور الكليب فهمتي شراوت لي حتى هو طالع بكاع اللوف هذاك الكليب اصاحبي داكو فاش كتغني فاش كتغني مادي واش بحال هكا كدير في الحياه الطبيعيه بحال هكا اصلا بحالك انا ما كاينش فرق كما كتغني كما كدوي معايا دابا كما كت بحال هكا راه حيت في الليريكس الصاد كيفاش كنكون كنكتب انا مثلا كندوي بحال هكا فهمتي ما خاصكش ماشي ما خاصنيش نتشونجي على بنادم كنحاول نقرب البوبليك بزاف ليا انا باش نقدر نتلاقى معاه في الزنقه غنبان لي انا هو انا فهمتي صافي صافي ولكن لاحظنا انه يعني كاين واحد ماشي نقول لك فرق كبير ما كيما تنقولوا يعني لا كومبوزيسيون وحتى في التوب لاين مثلا لا كومبارينا طاش مع دري الهول راه كيما تقول واحد الليفل اخر هذا هو البلان شوف راه شي لا نشرح لك واحد اللعيبه اللي كانت عندك كان عندك بروجي ديال الموسيقى البوم او بي اي لعيبه فهمتي كنتي موجدو شي ديجا يلا دخل العام وانت موجدو شي 6 شهور قبل بروجي كامل الصاد غدوز 6 شهور اخرى ولا غير شهرين اخرى وباقي ما لحقتيش داك البروجي الصاد تلقى الناس فاشوك بالضو تلقى شي لعيبات زداد جادو في الموسيقى واللعيبات وانت ديجا فيناليزيتي اللعيبات ما يمكن لك تزيد والو فهمتي يقدر داك الشيء ما ياخذش حقه واش فهمتي انا كنامن بواحد اللعيبه ديال تراك تكتب في هذه الوقيته الفايب ديالو جا في هذه الوقيته خاصو
ما يتعطلش بزاف عندك اسطى، حيت انفو كيتعطل شي بحال الفريز كيكون ديما ما كيكونش ديما الفريز، حب الملوك ما تيكونش ديما، الدلاح ما تيكونش ديما، لا حب الفريز كاين اخويا ماشي ديما فهمتي، كتلقى داك الفريز ديال فهمتي ديال الشينوا فهمتي ما بنينش ما حلو ما والو فهمتي، فريز ديال الشينوا فهمتي. المهم هذا هو البلان فهمتي، بحال اللي في خويا السيزون فهمتي، البلان خاصك شي لعيبه دات خاصها تخرج في ماما، كاين شي لعيبات اللي بقاو خدامين حتى العامين الاخرى ولا ثلاث سنين وكاين شي لعيبات لا ابينك وبين راس. دابا انت تقدر نقولوا ان تقدر مثلا تصايب شي تراك ديال 2023 طول ربي العمر بيها نقدر، ولكن ما عمرك غتجيب لها الاخبار، انت فين ما غتسمعوا غتبدا تقول التراك هذا راه باقي عليه الحال، راه باقي عليه الحال فهمتي، حيت كتشوف انت شنو طاري ديك الساعه في كومينوتي عندنا فهمتي، البلان كتشوف هذاك التراك كوم كوره باقي على الحشيه واحد النهار غيخدموا فهمتي. دولي بران كنا كنتكلموا على واحد النقطه اللي مهمه بزاف، يا سيكو يعني اليوم كاينين تبارك الله كنشوفوا جينيراسيون اللي كاينه دابا بزاف ديال الدراري تبارك الله عليهم غاديين مزيان، بزاف ديال الدراري صحابك. نسولك واحد لا كيسيون بواحد الطريقه شويه فيها باش ما تش واحد يقراها كيف كيف ما بغاو، حيت كاينين دوك صحاب الطاطم فهمتي. اليوم انت شنو اللي كتسمع في المغرب ماشي المغرب على برا بلوتو؟ اللي كنسمع على برا دابا حاليا في البريود هادي عندك كنسمع امريكان شويه دابا بزاف، فرنسا حيت ولات واحد لافاك في فرنسا اللي كانت في شي 2014 2013 فهمتي، رجعت واحد لافاك عالم فهمتي، كاين ولا داكشي بانك فهمتي، ما بقاش غير لوطوشين بوحد ولاو كيديروا الراب فهمتي، حيت فرنسا الصاد كانوا شحال اللي يديروا واحد اللعيبه زوينه ومن بعد ملي جا التراب ولوطوشين واللعيبات ميريكان امي هربوا واش فهمتي البلان صافي مشاو هاد ورا الكونفينمون الصاد فرنسا امي يديروا بوم الصاد فهمتي، حتى ميريكان كيلوحوا دي زالبوم فهمتي ما كيريحوش هذوك واش فهمتي، ولكن غتبقى داكشي كيتعاود فهمتي البلان داكوغ، ولكن كتكون معنا واحد حتى يعني كما تقول له الموسيقى بدات كتعاود واحد شويه يعني كتسمع نفس الميلودي البلان فهمتي، كتلقى داكشي معاود حلا تراك واحد تراك فيه ساعتين كيبقى كل شويه يلوحوا لك دقيقه جوج دقائق دقيقه جوج دقائق فهمتي. بحكم انك دابا انت كتسمع بزاف فرنسا شنو كيبان لك كنسمع جوج الصاد فرنسا امريكان شنو لا فيزيون ديالك كيفاش غتولي الموسيقى من القدام كي شنو؟ انا اللي كيبان لي هو غتجي واحد لافاك دابا هاد العام هذا كنقول انا غتجي واحد كنقول فهمتي راه ما تنعلمش بالغيب، ولكن على حساب داكشي اللي كنشوف غتولي واحد لافاك اخرى فهمتي، لا بالجينيراسيون اللي كاينه دابا لا بالجينيراسيون اللي طالعه واش فهمتي، نقدروا نرجعوا لشي حاجه قديمه، نقدروا نرجعوا لشي حاجه قديمه بشي حاجه جديده دابا يبقى التراب يبقى ولكن غتسمع شي لعيبات بحال غنفكروك في القديم بالجديد فهمتي البلان. انا اليوم كلش ولا تهرب مثلا ماشي نقدر نقولوا الاولد سكول ولا شو ولا كي قلت لي باغي غير توحشوا الراب الناس توحشوا الراب من الاخر، انا نقول لك توحشوا الراب بالصاط صافي نقدر عاوتاني كما قلت الجينيراسيون اللي طالعه يعني مثلا انا نقول لك كاينين بزاف الناس كتلقى باغي يدير راب ولكن ما لقاش الستيل ديالو، لا ماشي ما لقى الستيل ديالو تيقول هذا هو البلان فهمتي، تيقول خصني نبقى بحال هكا وسوا البوبليك غياخذ عليا واحد ليماج ولا فهمتي، هذا هو البلان. لا خدينا لك ديالك انت يعني قبل ما يعني ما دير التراب وداك الشيء كنتي كدير لولد سكول شحال هادي لولد سكول تاع ايزي لا باز فهمتي، راه شحال هذيك انا لولد سكول فهمتي، ولكن ما درتيش ديك البدايه ديالك بلولد سكول يعني في عندك انت قريتي المارش كيفاش داير، هذا هو البلان حيت فاش تسويتشات ما بين لولد سكول والتخاط كان ديرتي ساوت كانوا بزاف العيبات فهمتي روينه صار شيء بزاف الناس اللي كانوا اولد سكول شحال هادي كيخسروا على البومباب واللعيبات، فاش جا التراب وديرتي ساوت الصاد قنفوا، انا واحد منهم الصاد صافي ترونتي واش فهمتي، واخا هذيك الساعه ما كان عندك والو يلاه يلاه حنا شي تراكات وما عرفت شحال ولكن ترونت الصاد واش كنقول اواد الموسيقى اللي جايه ما موسيقى ما والو بحال هكا يعني شويه بشويه بشويه راسك في هذا هو البلان، تلقى راسك انت ما معاهمش ولكن معاهم عارف شنو هو طاري فهمتي، واحد الوقيته غيبداو بانوا شي رواب في ميريكان الصاد بحال كيندريك بحال اللي غيبداو يوصلوا لك انت واحد اللعيبه ديال راه كاينه واحد اللعيبه قديمه ولكن راه بجديد واش فهمتي، تلاحوا دي زالبوم اللي يفسروا لك انت ديك اللعيبه شنو هي فهمتي. واخا دابا هاد القضيه مساله مهمه بزاف، شي وحدين دي رابور تيقول لك الراب في المغرب احسن من ديال ميريكان ياك تيقولوا شي وحدين صافي غير كاينين شي وحدين احسن من ديال ميريكان، ولكن ملي كنتكلموا على الاندستري تنتكلموا شوف لي زارتيست المغرب الصاط كاين دي زارتيست اللهم بارك واش فهمتي واعرين صراحه واعرين الصاط فهمتي، كتلقى كيدير بزاف د العيبات بوحدو الصاط ومقاتل وما عرفت شناهو وما كاين والو واش فهمتيني، ملي كان الصاط راه طططط كتسيني صافي مشيتي واش فهمتي البلان، انت كتولي تعرف غير تغني وسالينا صافي غتغني غتلبس غتخرج لي شو صافي ستوديو الدار
صافي راه دابا كتلقى يعني درابور اللي معروفين ولكن او ميم طون راه كيجريو كلشي يعني كتلقى هذا هو الفيلم فهمتش ما كتعطيش داكشي اصو ما 100% خاصك دير كلشي لراسك اصاحبي بين المحطات كما تنقولوا بين يعني الحوايج اللي ماركاو الحياه ديالك هي العنق والعلاقه ديالك مع العنق كبرتي في العنق كبرتي في الدرب يعني رابور اللي خرج من الدرب اليوم كيفاش كيشوفوا ولاد العنق ولا الدراري ولا الدرب ولاد العنق كيفاش كتشوفوا دولي بران وكيفاش نقولوا شنو هي العلاقه اللي بينك وبينه انا ولد الدرب اخويا ناني شي اللي جيتي للدرب تلقاني بحال باقي ما كندير والو الصا كنعيش واحد الحياه في الدرب الصاد بسيطه فهمتي كما مهدي ديال شحال هادي كما مهدي ديال لا مابقاش كتهبر شويه مابقاش شويه ضروري حيت دابا كتولي الخدمه خصك استوديو وكذا وانا ما عندي استوديو في الدار في العنق فهمتي كتبقى النهار انا من واحد النوع ديال الناس اللي ما تنخرجش بزاف فهمتي كثرش ما خرجتش صغري بزاف صافي وصلت هاد الوقيت ما بقيتش باغي نخرج كنخرج بعقلي بيسي العيبات كنكتب كنطوب لايني كنسجل كن استوديو فهمتي ولكن في الدرب الصاط حنا عندنا الدرب بعدا خاصك تولف واحد العيب نهار تزاد الا ما ولفتيهاش اما غتسطي اما غتخرج من العنق ما تبقى ساكن لا انت لا داركم الصاط حيت ما غيتق عندنا الطلعه بزاف واش فهمتي شي حنا مثلا مريحين حنا بحال هكا درت لها لك بالخف شي شري شي تليفون هما عندهم نفس التليفونات كاملين هادشي ماشي تنقولوا باش كنطيح منه تنقول لك انا الدرب كيفاش داير شري شي تليفون انت راك عزيز عليهم ماشي معزيزش انت كاملين حنا عزاز على بعضيات ولكن غتشوف الاخر حيت شريتي انت تليفون واش فهمتي لبستي شي لعيبه اخرى مبدله على داكشي اللي كيلبسوا ولاد الدرب دبرتي عليها واش فهمتي البلان هما باغيين يضحكوا معاك ولكن داك الضحك ديالهم هو اللي تيعصبك انت انا كنت لا كنت كندخل معاهم في هادشي واش فهمتي كيدخل معايا شي واحد في شي حاجه كنبقى ملاقي انا وياه عندنا الطلعه في الدرب فهمتي كنبقاو نكراشيو بعضياتنا بالهضره معروف العنق بهادشي فهمتي ولكن ايضا العنق فاليوم كنشوفوا انه يعني تبارك الله بين يعني لي كارتي اللي في مدينه الدار البيضاء اللي يعني ماشي غير الراب ولكن كتلقى دراري تبارك الله واعرين في بزاف ديال هذا هو الفيلم العنق راه فيه بزاف اللعيبات وبنادم ما بينش الصاط نعطيك غير بايزوم ملي كنتي الناس اللي تيدوزوا على العنق ولا كيشوفوا العنق دوك الجرافيتي اللي كاينين دوك كاينين دراري فريمون اللي واعرين بزاف وكتلقى فيه انه يعني كاين هذاك يعني داك كما تقول داك الكولتور ديال يعني ديال الراب الراب حتى مثلا شوف العنق الصاط واحد الدرب الصاط اللي شنقول لك كتلقاهم كيديروا كلشي كيديروا كلشي الصاط خدموا في اي لعيبه ومبقاوش خدامين فهمتي مشاو للبحر مشاو للقريعه ما خلاو فين مشاو الصاط مشاو للغربه وجاو واش فهمتي العنق الصاط مشكله بالنسبه للناس ديال العنق كيديروا البارفيكس ما عرفتش فين مشيتي غتجي للعنق فهمتي بارفيكس كلشي الصاط اي لعيب صافي واحد البحر هكذا كما تنقولوا الدراري كتلقاهم كاملين هو هذا هو دوزتي مريبعه داك الشيء دوز كلشي مشى مريبعه مثلثه دوز كنت كندير البوكا اخويا ناني شحال باقي عندك شويه انا باقي عندي فهمتي الاكستريم عندي في دماغي بحال الموسيقى حتى هو فهمتي بي ماكس بوغي رولر فهمتي كاع داكشي اللي فيه الطيحات فهمتي عندي معاه دونك واش هذاك العنق لانه حتى مثلا البطيمات اللي كاينين تما وغنتكلموا هادشي غنتكلموا على بي 13 واللي درتوها دابا بي 13 سافج يعني تقريبا نفس كما تنقولوا كاين شبه واحد شويه حتى في الزنقه في فهمتي في البني نفس اللعيبات نفس الاركتيكت اللي باني دوك اللعيبه تما واللي بانيهم هنا فهمتي هذا هو الفيلم الفكره ديال بي 13 سافج كيفاش جات و تكلمنا عليها الفكره اخويا ديال بي 13 سافج هي واحد دابا انت كتكون كدير واحد الحاجه فهمتي مهدي كي ايدو لي بران تيدير راب فهمتي كتوصل واحد الوقيته خاصك اسبري ما عندوش على بي 13 زعما التيتر خاصك اسبري ديال ليكيب مثلا فهمتي هذاك الاسبري هو اللي تقدر ولي يخدموا معاك ناس فيه اللي كل واحد شنو جيدي واحد مثلا تيصور واحد شي ميكسي واحد شي ماناجي في لارتيستيك واحد كل واحد وشنو كيدير كل واحد لاتوش ديالو واحد كي برودوي شي واحد كيدير شي حاجه زوينه غيدخل في بيترشين بداك الاسبري اللي كاين في بيترشين سافج وفيها الدرب بوليو 13 حيت انا مانسبيرا من البوليو 13 الصاط حيت داك الفيلم كان كي داك الفيلم انسبيرك بزاف ديال بصح الصاط وداكشي اللي كان كيطلع عندنا في الدرب نقدر نقول لك كثر من داكشي اللي كيطلع عندهم هما تما فشي داك الفيلم الصاط نقاز سطوحه كدا فهمتي باركور حنا ما عندناش باركور كتقابل بنادم طلع من الدوزيام جا على وجهه ناض ما ناضش غيمشي فهمتي هادشي اللي داكور ليكسيبسيون مهدي عربان الوغ ليكسيبسيون ديال مثلا نقدروا نقولوا الكليب ديال ولا تراك ديال دريل هول اللي كان 100% من بي 13 سافج
هذا هو الكليب صورته غير تما دراري كلشي تما كل كان صورنا وسط حجر الصحي داك الكليب. ايه الكليب كما نقول لك هربان بزاف. نشوف ماك دغيل ديال اللوش بطاش الموش كاع الفايب كاع الموش باقي قاس واش مع الموكش عند قلب ديال الحوش عندي وجه ديال العود في كل طاسكين ديال الرضا كلب اللي كين بحرقة ما تلقى فما بشيت كنحجر الطاب شحال من واحد دخلت في الرضاب دير دير القاب حليت الكونطون سيت كول العقل كاع ما كيكون فيها الضوء. هاد الكليب هذا ما كنتش انا اللي صراحة اللي هربني بزاف هو يعني فهمت الكليب حداته الكليب حداته بلون نوار فهمتي هذاك هو اللي سبري لي كتليك هذاك كبل بنادم بزاف الكليب وهابط باش فهمتيني هذاك هو اللي سبري لي كندوي لك عليه ديال بيترشين اكزاكت مو وليش شفنا في هذا الكليب ديالك حتى كما تقولوا الكليب اللي دابا جو بونس يعني فايس 1 مليون دو فيو في سور يوتيوب اي مؤخرا ديتي كتلحق تراكات ولكن ما كتكليبيهمش علاش اش نقول لك راه دغيا الهوده الساط كنت خصني ديجا عندي او بي خدام فيها وما يمكنش لك انت خدام في او بي تحبس ما تبقاش تلوح حتى تلوح لهم لوب ما يمكنش بنادم يبقى يتسناك غير بدا يطيح لك الريتش بزاف فهمتي المهم بحال غتهرس هذيك لوبي دونك انت خدام في لوبي وخاصك تلوح بروجيات اللي غيدرقوا على لوبي بما جاش فهمتي البلان دابا فاش صورنا دغيا الهود خاص صوره يجي شي كليب احسن من دغيا الهود مثلا بطبيعه الحال خاصك تزمن انا كنقول والله من لوح تراك اوديو وديجا هاد الشهر هذا اللي فات ديجا عمرني خرجت ثلاثه تراكات في شهر واحد ثلاث الشهر هذا حيت كانت عندي بزاف الخدمه في هاد الشهر وكنت كنسجل ستات تراك ما كنكونش في الدار وكيش ميكس انا في مراكش الصاف مشيت عندي واحد خدمه في مراكش بقى السيف واشرف وخزي انا الصطرف في مراكش كيتلاح تراك ديالي الصاف حتى انا كنبارطاجي بحال لي فان واش فهمتي البلان كتقول لك شي واش ديالك شي واش ديالي واش براني انا الشيء اللي درته واش دير هادشي مو فراسيش انا